إذا بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الآن مرحبا بكم في قناة احترافية في تربية النحو والزراعة. أمامكم هذه الخلية على كل حال، أنتم تلاحظوا فيها، والآن نقوم إن شاء الله بمعالجة الخلية هذه أو وضع علاج الفاروة. لما تلاحظوا الآن نحن في أواخر فصل الصيف، وهذا الفترة على كل حال تبدأ تنشط فيها هذا الطفيل، ألا وهو طفيل الفاروة، وهذه فترة التكاثر. أنا هذه الفترة تاعو تاع التكاثر في الخلية. الآن نقوم بوضع أولا الدواء المناسب، معناه العلاج المناسب، من جهة يكون علاج وقائي، ومن جهة يكون علاج حتى إذا وجدت الفاروة يقوم بالقضاء عليها. إذا اليوم نلاحظوا على كل حال هذه الخلية، هذه خلية هي خلية 11 مارس 2022 لهذه السنة، الطرد تاع السنة هذه اللي قلنا لكم عليه، وجنينة على كل حال منه العسل حوالي إطارين من العسل اللي هو كان على طابق أول، معناها على العسينة، نزعنا العسينة، والآن هذا هو الخلية. نقوم الآن بمعالجتها وكذلك بمراقبتها، هل هي تبيض جيدا، هل حضانة لا بأس بها أو لا. إذا نقوم على بركة الله. إذا الآن هو على 8 إطارات، صندوق في حد ذاته يحمل 8 إطارات. من ما شاء الله حضانة، إطار الأول وجدت فيه الحضانة، الملكة تبيض هي رقد صغيرة، والإطار الأول وجدت فيه حضانة مغلقة. لاحظ، إذا ما شاء الله هذه على كل حال هنا من جهة عسل وكذلك يرقات. الملكة هذه لا بأس بها، ملكة تاع السنة هذه فاتية، وكذلك ما هي من نوع الهادئ ولا بأس فيها التبييض حتى في جمال العسل. إذن هذا فيما يخص الإطار الأول اللي هو رقم تلاحظوا فيه. لاحظوا حتى الإطار الثاني، نتفقدوا كذلك إن وجدت الفاروة أو لا. إذا لاحظ معي ما شاء الله هذه كلها حضانة، من الجهة الثانية كذلك حضانة كلها. لاحظ فيما يخص الفاروة، الكشف عليها أولا الشغالات إن وجدت ملتصقة بظهرها، والكشف الثاني يكون على مستوى اليرقات إن وجدت، معناها في اليرقات اللي هي يرقات مغلقة، عيون مغلقة، نقوم بفتحها وكشف عليها. إذا هنا كما تلاحظوا، كما نلاحظوا على كل حال لا توجد فاروة، ولكن احنا نضع الدواء الوقائي، وهذا هو الوقت اللي يكون فيه وضع الدواء للفاروة. بعد ما تكون جنية العسل خلاص توضع الدواء اللي احنا نستعمله، هو الدواء جولد، واحيانا نستعمل ابيستون او ابيفار، ولكن هذا السنه نستعمله جولد لانه يحتوي على زيوت اساسيه اللي هي طبيعيه وتساعد النحل وتساعد كذلك في قضاء على الفاروة. اذا هذا الاطار الثاني، لاحظوا الاطار الثالث.
لاحظ ما شاء الله الحضانة، حتى الملكة راهي تبيضة، لاحظ ما شاء الله الحضانة لا بأس بها. شوفوا الإطار هذا الثالث أو الرابع على ماذا يحتوي، حضنة كذلك. لاحظ معايا حضنة والملكة كلها تبيض، هذه العيون اللي ما زالت هكذا مفتوحة فيها بيض زي ما شاء الله. هنا عسل، هذا عسل وحضانة، كذلك حبوب لقاح. الآن نقوم على كل حال بوضع الدواء اللي هو قلنا جولد. النصيحة فيما يخص الدواء اللي هي لما تكون هكذا الفروة ناقصة أو قليلة، إحنا لم نجد على كل حال فروة بكثرة ولا لا نجد على كل حال فروة، نقوم بوضع هذا الدواء الوقائي اللي هو شريط واحد فقط من الأشرطة هذه، ونضعها هكذا، لا توضع هكذا، لأن الأشرطة اللي توضع هكذا هي الأشرطة البلاستيكية، أما الأشرطة هذه تاع الكرتون اللي هي مصنوعة من ورق مقوى، هذه توضع هكذا. لو تضعها هكذا يصير لك مشكله مع النحل، انه يلتهمها ويخرج على هذا الورق على شكل صوف وتسد له فتحه المرعى. معناه تضعها هكذا، هكذا توضع، اذا هكذا توضع، هي تحتوي على زيوت اساسيه، توضع هكذا. هذه فيما يخص دواء الضار واليوم اللي استعملناه، هذا هكذا توضع كما راكم تلاحظوا بها، توضع على شكل، اذا توضع بهذه الطريقه، اذا هذه الطريقه توضع فيها توضع بهذه الطريقه هكذا. احنا وضعنا على كل حال شريط واحد، اما اذا وجدت الفروه هكذا وتعين لنا على ان وجود الفروه على كل حال نضع شريطين، الشريط الاول يوضع هنا والشريط الثاني يوضع هنا في الخلف. أما الآن نضع شريطة هكذا، أو كذلك الطريقة الثانية اللي أنت تقدر تستعملها أنك تضعها هكذا، معناتها في فتحة الصروح داخل، معناتها في الأسفل هكذا. أما الآن أنا نضعه هكذا حتى نقوم بمعالجة الفروة في المستقبل. إذا هذا فيما يخص هذا الفيديو، وعلى كل حال من رأى الفيديو وأعجبه على أن يقوم باشتراكه مع زملائه أو أصدقائه، على أن لا تبخلوا علينا بالاشتراك وكذلك باللايكات، هذا حتى نقوم بتقديم المزيد إن شاء الله وتشجيع للقناة حتى تقوم بتقديم مزيد للفيديوهات للشرح والتوضيح في تربية النحل والزراعة. إذن وشكرا.